مساء الخير، وحشتوني وبعتذر عن الغياب امبارح. في صديقة لينا كنا عارضين مشكلة على قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته، القناة اللي بنحل فيها مشاكل يعني أصدقائنا. فكان في صديق لينا بيقول أنا خطيبت محترمة قوي وحبيبت خبرة قوي كرهتني فيها وعايزة أسيبها، إيه رأيكم؟ كان بياخد رأينا يعني كعادة الحلقات دي. فلفت انتباهي، انتوا عارفين ان انا بحب اقرا تعليقاتكم يعني، فلفت انتباهي بنت بتقول في التعليقات ايه، انا قلت والله ان الشباب ما بقتش تحب البنت الهادية وان هي بتحب البنت الشقية، اي بنت شقية هي دي اللي الشاب بيحبها. والقصة بتاعت النهاردة ايه، اكدت يعني المعلومة دي وصححتها بالنسبة لي، واقتنعت تماما من خلال تعليقاتها. هي بس ما خدتش بالها ان دي حالة استثنائية، يعني حالة الشخص ده صديقنا لا تعمم، ما اقدرش ان انا اخدها قاعدة واعمم او ابدأ ان انا يعني اشتغل عليها، لان احنا دايما بنقول لكل قاعدة في الدنيا استثناءات وشواذ. طيب احنا عايزين نعرف، في بنات كتير ممكن تكون بتسمعني تقول لي انا لو معجبة بشخص الاحسن اضحك وهزر واتنطط كده وابقى سلسه ونتكلم، ولا ابقى هاديه وتقيله ورزينه وانكسف والكلام بحساب؟ خاصه ان انت بتقول لنا في حلقاتك يعني مفيش رجل بيحب الواحده النكديه، فاحنا مش عايزينك تحيرنا، ما انا عارف اللي بيدور في بالكم ايه. احنا في حلقه النهارده بقى ركزي معايا كده، لان اللي انا هقولهولك ده حاجه مهمه قوي، ما ينفعش ما تكونيش عارفاها، مهمه فوق ما تتخيلي، وهجاوبك باستفاضة قوي على سؤالك ده. ولكن في البداية برحب بيكم وبقول لكم يا ريت تدعموا الحلقة دي بلايك توصل لأكبر قدر من أصدقائنا اللي أنا ما بعرفش أرد عليهم، خاصة بعمل لهم الحلقة دي رجاء. ولو أنتوا على الفيسبوك أو الانستجرام يا ريت تشيروا الحلقة دي لأكبر قدر ممكن، ده طلب الوحيد، وركزوا معايا. إجابة إن الشاب عامة أو الرجل بيحب البنت الشقية وما بيحبهاش في نفس الوقت. فهمتوا حاجة؟ يعني نتكلم بقى ببساطة كده، الرجل عامة بيحب الأنثى الشقية معاه، تاني الشقية معاه مش مع كل الناس، وصلت؟ ركزوا معايا. يعني انت لو بنوتة بتضحكي وتهزري وتتنططي وتلعبي وشقية مع كل الناس هتلفتي انتباهه بس مش هيعجب بيكي، بس لو مع كل الناس في حدود ومعاه انتي برضو بالأدب يعني شقية وبتهزري وبتتعفرتي وكده ويتعلق بيك قوي، والعكس ما يحصلش. بمعنى لو انت هادية خالص حتى معاه هتلفت انتباهه اللي هتلحس مخه دي. يعني باختصار الرجل بيحب الأنثى العفريتة والشقية معاه بس مع الغير ومع بقية الناس بتتعامل بحدود. خلي بالكم يا بنات اللي لسه في سن المراهقة واللي لسه صغيرين، عشان ممكن يعني في كتير بيسألني على الانستجرام منكم والفيسبوك اعمل ايه، اهزر ولا اتقل ولا، انا بقولك الاجابة اهو عشان محدش بس يزعل مني ويقول انت ما بتردش علينا. لا، معاه خليكي فرفوشة، خليكي واعية، خليكي مدردحة معاه. مع الناس التانية او الناس الغريبة او الناس المحيطين لازم يبقى في حدود. انت كبنت، الرجل هنا يختلف، الرجل ممكن يبقى مع كله فرفوش وبيهزر لانه رجل، الجراءة مطلوبة، تمام؟ فخلي بالك من النقطة دي بقى. لا، الرجل مش بيكره الانثى اللي هي الهادية او المحترمة، مين قال كده؟ يعني اوعي يجي في بالك كده لحسن توعي في مشكلة كبيرة، هو بيحب اوريدي كده بس معاه بقى مش عايز كده، يعني معاه لما نرتبط بقى ونخش في الجد مع بعض لا، وعايز واحدة بقى نغشة زي ما احنا بنقول، واحدة فاهمة، لان انت اما تبقي فاهمة زي ما احنا بنقول كده، احنا عيلة واحدة بقى بنتكلم بتلقائية، بتدلعيه بتروشيه، عارفين الحاجة اللي دايما بتضوي كده وتلمع على طول، دايما واخدة العين، صح؟ انت لو في مكان وفي حاجة عمالة بتلمع كده وبتقلب أنواره أول حاجة هتاخد عينك، صح ولا لا؟ ها؟ مش كده؟ هو كده، صعب حاجة تانية تلفت انتباهك طول ما دي شغالة.
طول ما هي عمالة بتقيد وتطفي كده وتعمل لك أضواء مختلفة. وهنا نصيحة نقولها لك، لازم تكسر الروتين. طول ما في لون أحمر وأخضر وأصفر بيقيد، أنت قاعد ما أنتش شايف حاجة ولا مركز مع حاجة قد ما أنت مركز مع دي. فاهمة أنا عايز أقول لك إيه؟ خلاص، هو أنت قاعد دي اللي أنت مركز معاها، ودي اللي عجباك وشد انتباهك، عشان مختلفة، عشان مش نمط واحد ومش روتين واحد. إنما لو حاجة ساكنة وهادية وملهاش صوت وملهاش حس وتقليدية ونمطية، ممكن في الأول تبص عليها ثانيتين وخلاص تنسى إن هي موجودة أصلا. ومن هنا بنقول لك لازم تكوني مع الشخص اللي أنت مرتبطة بيه أو حتى معجبة بيه فريش شوية، فرفوشة شويتين تلاتة، دي ما تضرش أبدا علاقتك بيه. بالعكس، وكل ما تكوني أنثى فاهمة، يعني دايما نقول نمشي بمبدأ شوق ولا تدوق، في البدايات في البدايات تكوني أفضل أفضل قوي وتشد الانتباه قوي. إنما لو أنت خجولة قوي زيادة عن اللزوم، محترمة زيادة عن الزيادة، زيادة كل شيء زاد عن حده يجي بنتيجة عكسية، زيادة عن اللزوم متحفظة، بلاش محترمة عشان بعض الناس تفهمنا غلط، لا متحفظة زيادة عن اللزوم مع اللي انت مرتبطة بيه، خطيبك، جوزك، يعني حبيبك، وعايزها منك. مثل علم النفس قال لنا كده. فانت بقى انت بتسألي ازاي ممكن تكسبيه وازاي ممكن تستمليه وما يشوفش غيرك، ودي النقطة المهمة، اعرفي الحاجات دي. في كل حلقة بنقول لك نقطة جوهرية كده جمعي، هتبقي عندك خبرة كبيرة قوي في التعامل مع عقلية وقلب الرجل على حد سواء. اوعي تمشي عشوائي. ليه؟ لان انت لو مشيت عشوائي هيجي واحدة فاهمة اكتر منك تخلعه منك. لو انت مشيتي عشوائي وما طورتش من نفسك وما فهمتش ايه المطلوب وواجبك ايه تعمليه وتطوري من شخصيتك، هتيجي واحدة بتعمل كده وفاهمة اكتر منك تشدوا ليها. واعملي اللي تعمليه بقى، ما هي الدنيا كده. هو الرجل اللي بيسيب البنت اللي مرتبط بيها او حتى بيطلق زوجته او مراته؟ واحدة شغلته، والله ما بتبقى احلى منها، وفي العلام في الثقافة اقل منها، وفي المادة ممكن اقل، وفي كل حاجة، بس شدته ليه؟ فاهمة. هي العملية مش عملية ان انتي يبقى مثقفة وده مطلوب، تبقي راقية وده مطلوب، تبقي بتلبسي لبس براندات ومطلوب، لا في حاجات تانية كمان مطلوبة، ان انت تكوني فاهمة طبيعة ودماغ الرجل ده. لان حتى لو انت مميزة وماشية على نمط واحد هيمل، هيزهق خلاص. اللي بنبات فيه بنصبح فيه. الانسان بطبعه فطر او فطر على كره الروتين او كره الحاجة اللي هي بتكرر بعضها وما فيهاش جديد، يحس ان مفيش لذة، مفيش مغامرة، مفيش متعة. مش عيب ان انت تطوري من نفسك. طبعا انا بركز في حلقاتي، عشان في بعض اصدقائنا قالوا، انا بركز في حلقاتي على نصائح للاناث، اولا لانهم اغلب متابعيني في القناة تقريبا 85 90%، دي اول حاجة. ثانيا لان يعني هم الطرف اللي بيجي لي منه استفسارات اكتر، اكتر من 90 95% من المسجات اللي بتجيلي من البنات والنساء. فطبيعي ان انا هركز في القناة دي على المواضيع اللي تمسهم. انا قلت القناة دي مش بتاعتي، كل واحد مشترك هو ليه نصيب فيها. فبما ان الاغلبية اناس، اذا لازم القناة دي تكون اغلب مواضيعها، اغلب مش كل مواضيعها بتخص الجزء ده، برضو للتوضيح يعني. يا ريت رجاء تدعموا الحلقة دي بلايك، توصل لكل أصدقائنا وتشيروها، اكتبوا لي آرائكم، بقرا قوي تعليقاتكم وبحب أتعرف عليكم من خلالها، الانستجرام والفيسبوك، قنواتنا التانية، كل ده في أول تعليق وصف الفيديو. يا ريت تشرفونا بالانضمام لي، وإن شاء الله نلتقي بكرة.